الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله أعزائي المستمعين، يوم مع يعني بدعة وضلال جديد من ضلالات المعمم الشيعة أحمد سلمان، وهو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أن النبي كان يعلم بالقرآن قبل نزوله. فتعالوا نسمع مع بعض التسجيل ثم نعاود التعليق عليه. ولا تحرك به لسانك تعجل به. واضح الآيات أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم بالقرآن قبل نزوله. بعد ما استمعنا إلى هذا التسجيل من هذا الأفاك الكذاب اللي بيتهم وبيطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لا ندري من أين أتى بهذا الكلام. لا تحرك به لسانك لتعجل به. يستدل هذا الأفاك اللي انتوا سمعتوه الآن بهذه الآية أن النبي كان يعلم بالقرآن قبل نزوله، وهذا يعني واقع في الضلال من رأسه أو من قدمه إلى رأسه. التفسير عندنا تفسير الآية في كتب أهل السنة وفي كتب الشيعة أيضا، يعني في إيدي الآن كتاب التفسير، كتاب الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ناصر مكارم الشيرازي المجلد 27 و28 بيقول التفسير المشهور اللي نقل عن ابن عباس في كتب الحديث هو أن النبي كان إذا نزل عليه الوحي ليقرأ عليه القرآن تعجل بقراءته ليحفظه. النبي عايز يحفظه بدليل ما كانش يعرفه من قبل، وذلك لحبه الشديد للقرآن، فنهاه الله عن ذلك وقال إن علينا بيانا. ذكر تفسيرين اثنين وبعدين ضعف تفسير منهم ولم يضعف هذا القول ناصر مكارم الشيرازي. ثاني حاجة، احنا لو نظرنا الى القرآن الكريم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم القرآن قبل نزوله. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الشورى الآية رقم 52 وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. بل قول أحمد سلمان اللي انت سمعته الآن عزيزي المستمع يعني قريب من قول المشركين، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الله يرد عليه كذلك لنثبت به فؤادا ورتلناه ترتيلا. نصدق أحمد يقولون بخلافه، علماء الرافضة يقولون بخلافه. الآية اللي أنا قرأتها عليكم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، في كتاب الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل المجلد 23 و24 في إيدي الآن فسر الآية بيقول في حين أن معنى الآية واضح حيث أنها تقول إنك لم تكن تعرف القرآن قبل نزوله. سمع يا أحمد سلمان علماء بيقولوا إيه؟ سمع مكارم الشيرازي بيقول إيه؟ بيقول تفسير الآية واضح، أي يا محمد إنك لم تكن تعلم القرآن قبل نزوله ولم تكن تعرف تعليماته لكي تؤمن به. ايه رأيك يا احمد سلمان بيقول تفسير الآية واضح هو ناصر مكارم الشيرازي؟ بل الخميني في كتابه والكتاب في يدي كتاب الأربعون حديثا للإمام الخميني تعريب محمد الغروي ذكر في صفحة 563 حديث وبيستدل به، والحديث في وسائل الشيعة المجلد الرابع الباب التاسع من أبواب التكبير من أبواب تكبيرة الإحرام يقول فصل لربك وانحر. عن علي بن أبي طالب قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصل لربك وانحر قال يا جبرائيل ما هذه النحيرة التي أمر بها ربي؟ قال يا محمد إنها ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت لصلاة أن ترفع يدك. يعني التدليسات عندهم أو كذبات عندهم، ولكن الشاهد هو الخميني بيقول إن النبي ما كان يعلم بالقرآن وكان بيستفسر من جبريل يقول له إن نحيرة لربي أمر بها لي. فجبريل يقول له يا محمد ليست بنحيرة، يقول له لا أنت أخطأت يا محمد ليست بنحيرة. فإزاي كان يعلم القرآن قبل نزوله؟ ها هي كتب الرافضة تقول إن النبي لم يكن يعلم بالقرآن قبل نزوله، ومشركو قريش اللي هم قالوا لو ينزل عليه جملة واحدة. والله سبحانه وتعالى رد وقال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. بل الله سبحانه وتعالى كان بيعاتب النبي إزاي النبي يعلم بالقرآن يا أحمد سلمان، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالقرآن ويفعل ما يعلم أن الله سيعاتبه فيه. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ يعلم أن ربنا هيعاتبه فيها ويفعلها. اتق الله، لماذا تطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله قال له
عفى الله عنك لما أذنت لهم. الله يعلم أن سيعاتبه إذا أذن لهؤلاء وبعدين يفعلها. أنت تطعن في رسول الله وما زلنا في بيان ضلال وبدع وبدع المعمم الشيعي أحمد سلمان هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.